استغلالا لمعلومات وردت الى مقر الفرقه الاقليميه الدرك الوطني بيغموراس، مفادها وجود جرار طارق يجر مقطوره بها حاويه، كان سائقها يقوم بانزال سلاح اجنبيه الصنع غير مصرح بها باحد المستودعات بيغموراس ولايه وهران. بعد التاكد من المعلومات تم تشكيل دوريه والتنقل فورا الى عين المكان، وبعد المراقبه والتفتيش الحاويه تم العثور على السلاح تتمثل في احذيه مختلفه الانواع وكذا خردوات ولوازم مكتبيه، علما ان البضاعه المحجوزه لا تحتوي على فاتوره وبعضها محرر بفاتوره وهميه. بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونيه مع السيد وكيل الجمهوريه المختص اقليميا وبالتنسيق مع مصالح مديريه التجاره بولايه وهران، تم جرد وحجز البضاعه حيث قدرت القيمه الاجماليه للسلع بمبلغ مالي قدره 1,150,000,000 سنتيم. كما رفعت ضد اصحاب السلع المخالفات التاليه: ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل بالسجل التجاري، ومخالفة ممارسة تجارة تدليسية بفواتير وهمية، ومخالفة عدم الفوترة. سيتم تحرير محضر في القضية فور الانتهاء من الإجراءات وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.